بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، الله تعالى يقول: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإنسان الذي لديه علم حياته مختلفة تماما عن الإنسان الجاهل. والعلم هنا أيها الأحبة ليس بالضروري نوع الشهادة التي حصلت عليها، لأنه عبر آلاف السنين لم يكن هناك شهادات ولا جامعات في الماضي. فالعلم هنا كمية المعلومات التي خزنتها في دماغك، وماذا استفدت من هذه المعلومات وكيف أثرت على حياتك. أنا اليوم أحب أن أطلع معكم على هذه الدراسة العلمية حقيقة، وهي عبارة عن بحث يتحدث عن فوائد العلم والتعلم من الناحية الطبية والناحية النفسية، والتي يجنيها الإنسان عندما يزداد علما. لذلك نجد أن القرآن أخي الحبيب دائما يؤكد على قضية العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. نبينا عليه الصلاة والسلام قال الله في حقه: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. أول كلمة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ. قال الذين أوتوا العلم، تتكرر هذه العبارة كثيرا في القرآن. الإنسان الذي لديه علم يختلف تماما عن الإنسان الجاهل. لذلك أنا قبل أن أبدأ باستعراض الدراسة العلمية أحب أن أنصح نصيحة لأحبتي في الله: حاول وأنت تتصفح الموبايل أن تبحث عن المواقع العلمية التي فيها معلومة نافعة، مهما كانت هذه المعلومة، المهم أن تكون مفيدة لك، وتجنب تماما المقاطع هذه الساخرة، للأسف هي الأكثر مشاهدة، والمقاطع التي فيها جدال النبي عليه الصلاة والسلام. تعهد فقال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء هو الجدال العقيم، تجادل. فللأسف المقاطع التي نراها اليوم الأكثر جاذبية للناس هي المقاطع التي فيها مراء وجدال ومشاكل وكذا. لذلك نصيحة: تجنب هذه، والطريقة المثالية أو اللطيفة لتجنب هذه المقاطع أن تبحث عن المواقع العلمية، وتبدأ بأن تغذي دماغك بهذه المواقع. طيب، هذه الدراسة ماذا تقول أيها الأحبة؟ أول شيء تقول إن الأشخاص المتعلمين هم أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب. يعني الشيء أنا أستغرب ما علاقة الاكتئاب بالعلم، لأن الإنسان عندما يدخل إلى دماغه كمية كبيرة من المعلومات، والدماغ مثل جهاز كمبيوتر أيها الأحبة، مثل جهاز كمبيوتر، له طاقة محددة، له سعة محددة، سعة تخزينية محددة. فإذا لم تدخل فيه بيانات نافعة، معلومات نافعة، ستدخل معلومات تافهة مدمرة لا قيمة لها، ولكنها تدمر وتعطل عمل هذا الكمبيوتر. تماما مثل كمبيوتر مليء بالألعاب وأشياء وبرامج حجمها كبير جدا وليس فيها فائدة، تجد أداء هذا الجهاز منخفض، بينما الجهاز آخر كل شيء منظم فيه تجد أداءه أعلى بكثير. فكذلك الدماغ، إياك أن تدخل معلومة تافهة إلى دماغك. طبعا الشيطان يريد أن يدخل في دماغك معلومات تافهة مليئة بالتخويف، مليئة بأن يبعدك عن الله سبحانه وتعالى. لذلك أعلى معلومات يمكن أن تدخلها هي القرآن العظيم أخي الحبيب. أنا هذه تجربتي، أنا قرأت الكثير من الكتب في مختلف مجالات العلم، والله لم أجد يعني غذاء للعقل والروح والنفس
أدسم من القرآن. القرآن كتاب دسم جدا، يعني الآية أو السورة يعني إذا كررتها مليون مرة كأنك لأول مرة تسمعها، في كل مرة تكتشف شيء جديد، في كل مرة تشعر أن دماغك يتغذى بهذه المعلومات. لذلك هنا الدراسة تقول إن الإنسان المتعلم بشكل عام، يعني دراسة عامة هذه، يكون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ويحقق إنجازات أكثر ويتمتع بصحة أفضل، صحته تكون أفضل أيضا. ويقول الباحثون إن التعليم يساعد الإنسان على إدارة حياته بشكل أفضل. لماذا؟ لأن لديه معلومات أوسع يستطيع أن يحل بها مشاكله. كذلك يستطيع المتعلم، ولا أقصد هنا صاحب الشهادات، لا، كمية العلم النافع في دماغك، كمية العلم النافع، هذا الذي أقصده أيها الأحبة. لأن هناك كثير من أصحاب المراكز العالية ولديهم شهادات وينتحر، يكون مصاب باكتئاب، إذا لم يستفد من المعلومات لا قيمة لها. يعني تخيل أن إنسان يؤمن بنظرية التطور وعاش كل عمره وهو يعتقد أن الإنسان أصله قرد وأنه لا قيمة له ولا يوجد حياة آخرة وأنه سيموت مثله مثل أي حيوان آخر، حياته ستكون كئيبة، يعني تكون حياته تافهة، لا يشعر بأي قيمة. وبالتالي هذا ليس علم نافع أيها الأحبة، ولو أنه درس الخلية ودرس الأحافير ودرس هذه العلوم. العلم النافع أخي الحبيب هو ما يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى، ما يدلك على الله عز وجل. وعلم الفلك إذا دلك على الله فهو علم نافع، أما إذا دلك على الإلحاد فهو علم ضار ومدمر. الباحثون يقولون إن التعليم يساعد الإنسان على إدارة حياته بشكل أفضل والتغلب على المشاكل التي تعترضه مثل البطالة والطلاق ووفاة الأقرباء والأصدقاء إلى آخره. بالفعل الإنسان عندما يزداد علما، ولكن الدراسة هنا للأسف يعني ركزت على الجانب المادي في العلم، لم تركز على الجانب المعنوي أو الجانب النفعي، إنه هل هذا العلم نافع أم غير نافع. طيب، المهارات التي يتعلمها المرء أثناء الدراسة تساعده على تفهم حاجاته، تساعده على كيفية استخدام مهارات الآخرين. البروفيسور جون باينر مدير مركز الأبحاث في معهد التعليم البريطاني يقول إن الباحثين أرادوا في هذه الدراسة أن يبرزوا المنافع غير الاقتصادية للتعليم أو للعلم، ويؤكد أنه من المهم جدا تشجيع كل أفراد المجتمع على التعلم، لأن هناك الكثير من المنافع الإضافية، وهذه المنافع يحصل عليها المتعلم تساعده على حل مشاكله. كذلك يقول القائمون على الدراسة ينبغي توفير فرص للتعلم لأكبر شريحة من الناس، ويجب الاهتمام بنشر العلم بين الناس إلى آخره. وتؤكد دراسات سابقة أن استمرار الإنسان في التعلم يقي من خرف الزهايمر أو الشيخوخة ويجعله بصحة نفسية وجسدية أفضل. طيب إذن أخي الحبيب، عندما نرى كتابا مثل القرآن يؤكد على العلم، ماذا يعني ذلك؟ النبي قلنا بعث في زمن الجاهلية، العلم لديهم ليس له قيمة في ذلك الزمن. الزمن الذي بعث فيه النبي انتشرت فيه الخرافات والأساطير، إذا كسفت الشمس يقولون كسفت لموت فلان أو حياة فلان، كل شيء يفسرونه بالأساطير، لم يكن هناك علم أصلا. النبي جاء منذ أول لحظة ليؤكد على أهمية العلم، يعني مثلا وقل رب زدني علما، العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. آيات كثيرة تتحدث عن العلم أيها الأحبة،
وأن العلم يعني سيدنا الخضر مثلا تفوق على سيدنا موسى بالعلم، فوجدا عبدا من عبادنا هو الخضر آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم اللدني يعني علم من الله يقذف به في قلب الإنسان، وهذا العلم لا يمكن أن تأخذه من الكتب، هذا العلم تناله بالإخلاص والدعاء والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يهبك علما يختصك به. وبالتالي أخي الحبيب، العلم النافع له منافع مادية ملموسة، يقيك من الزهايمر، يقيك من الخرف، يقي طبعا كل شيء مكتوب، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، ولكن الإحصائية العامة تقول النسبة العظمى من المتعلمين خارج هذه مرض الخرف، وخارج كثير من الأمراض على رأسها الاكتئاب. وبالتالي أخي الحبيب، رسالة الإسلام بدأت بكلمة ماذا؟ اقرأ، يعني علم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فالعلم ومشتقاتها وردت في القرآن أكثر من 500 مرة. تصور أخي الحبيب أن القرآن يركز كثيرا على العلم، أكثر من 500 مرة ورد العلم ومشتقاته. طيب بالله عليكم، هل هذا كتاب يدعو للإرهاب والعنف والتخلف والجهل؟ بالنسبة لمن يشكك بالقرآن ويقول إنه كتاب لا يناسب عصرنا الحديث، طيب القرآن كتاب علم يدعونا للتفكر، بل القرآن لا يريدنا أن نأخذ العلم ونحن مغمضي الأعين، لا، يقول أفلا يتدبرون القرآن. ما معنى يتدبرون؟ التدبر هي كلمة أعلى من التفكر أخي الحبيب. التدبر يعني التفكر، قد تجلس وتتفكر في خلق الكون وتقول سبحان الله، أما التدبر هو الدراسة الدقيقة لكلمات القرآن، تتتبع دبر الأشياء. تعلمون أنه في علم الجريمة القاضي أو المحقق يتتبع آثار الجريمة، الآثار التي يتركها وراءه، دبره يعني، فهو يتدبر، يلاحق هذه الآثار حتى يصل للحقيقة. فأنت يجب أن تقرأ القرآن وتتتبع كل كلمة أين وردت وما معنى هذه الكلمة، ولماذا وردت هنا بهذه الصيغة وهنا بهذه الصيغة، ولماذا بدأ القرآن بكلمة اقرأ مع العلم أن هناك آلاف الكلمات يمكن أن يبدأ بها. لماذا لم يبدأ مثلا بخطاب لقريش، خطاب لفلان، لا، اقرأ. ولماذا انتهى القرآن آخر آية يعني نزلت من القرآن، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، ختمت بالتقوى وأن الله لا يظلم أحدا. فإذا أخي الحبيب، هنا كثرة ذكر العلم في القرآن تدل على مصدره الإلهي، على أنه من عند الله تبارك وتعالى. طبعا الباحثون ينادون اليوم بضرورة توفير فرص التعلم، هذا الأمر نادى به الإسلام. الله تعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب، أولي العقول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. فإذا النبي طالب بالتعلم والله أمر بالتعلم، اليوم العلماء يقولون نفس الشيء، يقولون يجب إتاحة فرص تعلم وتوفير العلم وكذا. طب هذا موجود لدينا في القرآن قبل 14 قرنا. لذلك أخي الحبيب، يعني والله إن الذي يطبق ما جاء في القرآن سيعيش حياة آمنة مطمئنة، يعني حتى عندما أمرنا الله بالعلم
كان له فوائد سبحان الله، فوائد نفسية وفوائد جسدية وفوائد يعني اجتماعية وغير ذلك. فكل ما أمر به القرآن فيه خير، وكل ما نهى عنه فيه شر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، ونعوذ به من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، وعين لا تدمع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.